صباح الخير من مورنينج لايف، يوم جديد ومواضيع جديدة نتناقشها أكيد مع الضيوف أصحاب الاختصاص. دائما هدف برنامج مورنينج لايف البحث عن الحلول، البحث عن سن القوانين المناسبة للتخفيف من الظواهر اللي تصيب مجتمعنا وخاصة مجتمع العراقي، اللي للأسف نلاحظ أنه يوم عن يوم بعد التطور التكنولوجي ندخل بمشاكل كثيرة. ودائما وجود مورنينج لايف، وجود هذه المنصة والمنبر للعلاج، للوصول للحلول، ولأهمية أنه نضع الأدوات والأدوات الخاصة بالحلول للتخفيف من هذه الظواهر. يسعد صباح الجمال. يسعد صباحك يا أنغام، يسعد صباحكم مشاهدينا مشاهدي قناة السامرية في برنامج مورنينج لايف. طبعا احنا يوميا ناخذ قضايا تخص المجتمع العراقي، نتناولها اكيد ويا ضيوفنا المختصين اللي يكونون هم اصحاب القرار بهذا الموضوع. لكن اليوم موضوعنا الاول راح يتحدث عن الزواج بالإكراه. طبعا ليس ظاهرة دينية، وهذا الزواج يحصل عند اجبار الاهل او العائلة، الابن او الابنة بهذا الزواج بواسطة العنف، او احنا نقول استعمال التهديد حتى يتم هذا الزواج. طبعا هذا الزواج يحصل هذا الزواج عن طريق الأهل مثل ما ذكرنا، عن طريق العنف أو استعمال التهديد، رفض أحد الطرفين عن هذا الموضوع، فرح يكون هنا زواج بالإكراه. طبعا مع الأسف احنا بهاي الفترة المجتمع العراقي دا يتعرض كثير من هذه القضايا، الزواج بالإكراه، زواج القاصرات. لكن احنا اليوم حددنا موضوعنا الأول راح يكون عن زواج بالإكراه، وأكيد راح يكون ويانا ضيفنا اللي صاحب القرار والمختص المحامي حارث المثنى، ونقول له يا هلا ومية هلا بك. اهلا وسهلا حضرة المحامي، نورت برنامج مورنينج لايف، يسعد مساءك. تفضل، شلونك؟ ان شاء الله تمام. تمام الحمد لله. يسعد مساءك مره ثانيه. نبلش مستعد يلا. نتعرف اكيد على الزواج بالاكراه، وشلون اليوم القانون ينظر لهذا الزواج او هذه الظاهره. زواج بالإكراه مثل ما نص عليه المشرع العراقي، اللي هو سماه باسمه الزواج بالإكراه. في بعض التشريعات يسمى الزواج يعني القصري. هذا الزواج هو تعرض كلا أو أحد الطرفين إلى الإكراه، إكراه الأهل، ويأتي هذا الزواج بصورة يعني صورة مستمرة من الإكراه، ويعني يوصل حتى الإكراه الجسدي، التعنيف، وحتى النفسي. دائما يصير خلط بين الزواج بالإكراه والزواج المدبر. شلون؟ الزواج المدبر احنا نقوله بالعامية مثل الخطابة. أوكي. هو معتمد اعتماد كامل على التوافق بين الطرفين. حلو. لازم يوافقون بين الطرفين، ودائما يكون بإدخال شخص ثالث أو الأهل. الشخص الثالث مثل مكاتب الزواج اللي هسه حاليا، أو الخطابة سابقا. طيب التطور التكنولوجي اللي احنا به، والشباب والبنات وصلوا لمرحله كلش كبيره من الوعي والفهم بصراحه، بمشاهده يمكن مسلسلات. اليوم البنات لازم تكون متعلمه، البنت سوري تكون متعلمه، تروح للمدرسه الثانويه ثم الجامعه. بالتالي صار احنا اصبحنا مثقفين، اصبحنا واعين، فاهمين. اهلنا اكيد وصل لهم الفهم والوعي. هل موجود هذا الزواج بالإكراه لحد الان؟ نعم، موجود بالمجتمعات القبلية أكثر شيء إحنا نواجهه. يعني الأرياف أكثر. الأرياف أكثر، وحتى مثلاً عندنا خصوصاً الإناث يجبرون على الزواج أحد يعني أكبر من عندهم لكن هو غني. هذا يجي سبب انتشار الفقر. وهذا طبعا الزواج جامد ما نسمع به حاليا، اللي هو بان انا اليوم بنتي صغيره بالعمر ازوجها الرجل كبير بالعمر على مود الماديات. لكن اليوم يمكن الاستعانه بالقانون من قبل المكره للزواج أكيد يعني راح يقدم له احنا نقول الحلول. نعم، المشرع العراقي رسم صوره جميله لهذا الموضوع، وعالجه معالجه صحيحه يعني حسب وجهه نظري كقانونيا. احنا سابقين باقي التشريعات بهذا الموضوع بالمادة 9. نعم. من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959. اللي نص على إيش هذا القانون؟ اللي نص به هو 3 فقرات. الفقرة أولا لا يجوز للأقارب أو الأغيار بإكراه أحد الطرفين أو أي شخص سواء كان ذكرا أو أنثى على الزواج بالإكراه.
وايضا عالجت الماده الفقره اولا عالجت لنا مساله العضل اللي ما يعرفه المشاهد الكريم. خلينا نعرف لهم وياه لان الاغلبيه جزء ما يعرفون. نعم. هم يعرفون بالزواج بس هذا المصطلح ما سامعين ولا كل سامع. العضل هو انه البنت او الشاب الذي يكون يعني واصل مرحله الاكتمال يعني 18 سنه فما فوق عندنا بالقانون العراقي انه يمنعه من الزواج. من اللي يمنعه؟ الاب الاهل. نعم. او الاقارب من الدرجه الاولى سواء كانوا او من الدرجات الباقيه. نعم. فهذا هم عالج المشرع العراقي بالماده 9. حلو. الفقره اولا، اما الفقره ثانيا فاجينا بالفقره ثانيا المشرع العراقي حط لنا العقوبات مثل يعاقب بالحبس او الغرامه لمده 3 سنوات، بالحبس مده 3 سنوات او الغرامه. غرامه كم؟ غرامه يبقى تقدير محكمه. تقدير المحكمه. تقدير المحكمه. او باحد هاتين العقوبتين اذا كان من الدرجه الاولى. اما اذا كان من الدرجات الباقيه فالمشرع العراقي كان شديد جدا في هذه المساله فحدد انه يكون الحبس 10 سنوات كحد اعلى و3 سنوات كحد. وهذا القانون مفعل مأخوذ به؟ اي نعم، لكن ما نشوفه على ارض الواقع يعني التطبيق جدا صعب. اذا لا مو مساله التطبيق. لا احنا نقول مشتكين ماكو. مثلا انت اليوم احد الاشخاص ما يريد يأذي اهله او كلهم يعني ما يريد يقول انا اهلي اكرهوني على الزواج. اي مساله الوصم، مساله الوصم بالعار. نعم. انه عيب وما يصير. مجتمعنا أكيد. عشيرتنا أكيد. اهلنا ما يقبلون انه احنا اليوم نشتكي على اهلنا انه هم يزوجونا بالاكراه. خلينا ندخل الى ممكن انه يسبب الزواج بالاكراه اضرار نفسيه وجسديه، بالتالي راح ندخل احنا بالعنف. العنف الجسدي. بالعنف الجسدي او العنف النفسي. انا اشوف العنف النفسي هو اقوى من العنف الجسدي جدا، لان يعني بالمستقبل راح يسبب عقد نفسيه اكيد، او حتى يكون عقد نفسيه من الزواج. ونعرف احنا هو الزواج سنه الحياه ولازم كل شخص يلقى شريكه، بس هذا الموضوع يعني خصوصا عفوا النفسيه يعني كثير. هو دائما نلجا للحل الجسدي او الضرب او غيرها، بعد ما نشوف انه ماكو حل بالنفسي راح يسبب لنا عقده نفسيه وراح يسبب لنا اضرار جسديه. وارد اعقب على موضوع انه المجرى العراقي حب يعني بسنه 59 بتشريع هذا القانون حب يقضي على ظاهره الفصليه او الفصل. اي الفصليه انهم ينطون بنين او النهوه العشائري. وانا اشوفه نجح بسن القانون، لكن البعض جهلهم بالقانون والبعض الثاني يعني عدم تطبيقه على ارض الواقع. لا البعض احنا تطبيقه على ارض الواقع. اليوم اذا اروح للمحكمه اني محكمه التحقيق واقول فلان كرهني على الزواج، لا انا اقصد الاناس او الاسر اللي ما عندها الخوف اكيد، واللي ما عندها يعني فكر وفهم ووعي بهذه القوانين. نعم. حضرة المحامي، طبعا احنا عندنا اسئلة كثيرة تخص هذا الموضوع، لكن احنا نرجع لها بعد ما نروح تقرير نشوف اراء الشارع العراقي حول موضوع الزواج بالاكراه اكيد ويا زميلتنا نور الجمعيدي. يسعد مساءك. مساء الخير والسعادة على كل متابعي برنامج مورنينج لايف. موضوع استطلاعنا اليوم عن الزواج اللي يصير بالاكراه، خليكم ويانا نشوف اراء الناس. تجي نتيجة المجتمع مالنا الشرقي او القبلي او غيرها يجبر البنية على الزواج ابن عمها، وما من حقها يعني إذا تعرف لها فالشخص إنسان محترم ما من حقها، مو صاحبة قرار. الزواج بالإكراه صعب، المعيشة تكون صعبة، حتى يأثر على الأبناء إذا كانت خلفوا يعني هم راح يأثر، لأن تكون العائلة دائما في مشاكل مشاكل. ونتمنى من الجميع أن يتزوجون زواج عن حب، عن علاقة، عن معرفة، عن صداقة. موروث توردته العوائل أن المرأة تمثل عبئا على الأسرة، عبء من ناحية التربية ومن ناحية المادية، لكن اليوم نرى أن المرأة تحولت إلى شخص منتج بالمجتمعات، الأمر الذي أدى إلى أن المجتمع العراقي يتخلص إلى حد كبير من هذه الصورة الضبابية. والله
أعتقد انحسرت هذه الزيجات، يعني يمكن قديما كانت زيجات الفصلية أو زيجات اللي قصة بقصة يسموها، تقريبا هذه انحسرت أو انعدمت أنا أشوفها حتى بالمجتمعات الريفية. لكن بالمقابل أكو زيجات مو إحنا نقول الضحية دائما المرأة بهيجي زواجات، لكن بالمقابل هناك إكراه للرجل. مثلا دائما يعني الرجل مرات يوقع بورطة مثلا، هذه اللي نسميها مثلا يكتشفون أهل البنية أنه على علاقة، جائز هو مو بنية الزواج أصلا، لكن لدرق فتنة أو لدرق مشكلة أو حتى يلملمها يتزوج، هذا هم يعتبر زواج إكراه. حاليا بصراحة في الوقت الحاضر أصبح هناك تحضر ووعي، فبالتالي ما أعتقد أكو هناك إكراه بالزواج، وإذا أكو فما يعني بصراحة هذه معناها الأسرة متخلفة وأيضا المرأة متخلفة. المرأة اليوم معت، فبالتالي لازم تدافع عن إرادتها وحقوقها، وخصوصا بالزواج. الزواج يعني شيء مصيري وخطوة مصيرية، فما ممكن تكون بالإكراه. وصلنا وياكم النهاية استطلاعنا لهذا اليوم للمورنينج لايف، نور الجميلي. طبعا شكرا لك، يعطيك العافيه نور الجميلة على هذا التقرير. يوم شفنا اراء الناس يوم يقولون احنا الزواج بالاكراه احنا شبه ماكو، ما موجود على ارض الواقع بعد التطور اللي احنا حاليا نعيشه. لكن اكو بعض الحالات تعيش هذه الظاهره، بس احنا اليوم بدنا نشوف هذه الظاهره فقط تكون عن البنات، لو اكو ايضا شباب حضره المحامي يعني هم يكونون مجبرين بالزواج. نعم، نصادف كثير من الشباب لما يجون أو يراجعون المكتب للاستحصال حجة للزواج من ثانية، دائما يكون عذرهم هاي بعد الزواج، بعد ما تزوجوا بالإكراه يريدون نعم. يتحججون بإحنا متزوجين غصب، مو؟ فإحنا لازم نسأل المراجع أو نسأل الموكل، أنت شنو أسباب الزواج اللي تريد تتزوج بها؟ جوز ماكو توافق بين الزوجة الأولى، فالكثير يقولون والله بتعمي واخذتها اهلي من انا صغير، يقولون لازم تاخذ فلانه او استحيت من اهلي واخذتها، او حتى المال الماده. اليوم مثلا يقول لك احنا اكو عوائل يعني مع الاسف اليوم يقول لك احنا والله فلوسنا ما نريد نطلعها خارج العائله، تبقى من واحد ياخذ الثاني، وهذا هم سبب طبعا سببي. مع الاسف نعم نشوف زواج الاقارب هوايه يكون عندنا، بس زواج الاقارب يعني هو مو موضوعنا، بس علميا انه اذا كان بين العائله امراض وهذا راح تنتقل وراثيا للباقين، فزواج الاقارب مو دائما يكون هو الحل. ولا ننسى انه ممكن النتيجه انه يولدون اطفال معاقين للاسف. نعم، اذا ذوي احتياجات خاصه. خلينا ندخل على المحاكم اليوم، هل سجلت المحاكم؟ بما انه حضرتك محامي اكيد شهدت دعوات مثل هكذا زواج، وشلون اليوم يكون القرار كزواج بالإكراه تحديدا؟ ما واجهنا هيك دعاوى، يعني قلنا بداية الحلقة انه هذا الشيء قليل اصبح عندنا من وراء الخوف في العاصمة قليل، حتى بال يمكن كطلاق، يمكن كطلاق اليوم كطلاق يجوك بحجة، كزواج ما يجوك كطلاق يجوك بحجة اليوم. نعم. احنا مجبرين شلنا هذا الموضوع، احنا دائما من يجينا الشخص او تجينا الزوجة تريد تسوي تفريق، فنسألها ما هو الضرر الذي ممكن نستند عليه أثناء إقامة الدعوة أو الدفع القانوني اللي ندفع أمام القاضي، فتقول والله أنا زوجوني بالإكراه، لكن هذه حجة واهية. يعني أنت بعد ما صار الزواج المادة صريحة يكون العقد باطلا قبل الدخول، أنت صار دخول وكو حتى بيناتهم يعني يكون بهم أطفال، وتجي تريد تطلق لين والله الزواج بالإكراه، زين وين شتيها كل هالسنين؟ اكو مرات نلاحظ بعض العوائل عندهم اطفالهم جدا عزيزين عليهم. نعم. فيكونون جدا سلكتيف اختياريين وصعبين جدا باختيار الزوج المناسب مثلا البنتي او الابني، بالتالي اني ابني وبنتي راح يتجاوز سن الزواج. نعم. راح يكبر يصير مثلا بعد الثلاثين الرجل لا يعاب، لكن المرأة اليوم لما تصبح بالعمر الثلاثين يسوي ليش ما زوجتي؟ شنو السبب؟ فيصير انه البقاء بالبيت او عدم الزواج بالإكراه، انه اليوم بنتي وابني ما اقدر ازوجهم. هو مصطلحا لغويا وقانونيا يسمى العضل. العضل، اوكي، خلينا ندخل على تفاصيل العضل. ندخل انه اليوم اني معرضه من قبل اهلي على انه اني ما اتزوج، وهم اهلي نحسين،
بالتالي ممكن يعزوني يخافون علي لا أروح. طبعا هم أكيد من تجارب خاصة يخافون لا أروح البيت الزوج وأتعرض لي ممكن اضطهاد أو مشاكل إلى آخره. اللي قلناه قبل شوية اللي هو العنف النفسي. العنف النفسي هذا عواقبه تكون عند الأهل ينعكس على الأبناء. خلينا نحكي على دور المحكمة اليوم بما أنه حضرتك العضو العالج المشرع العراقي بنفس المادة، المادة 9 الفقرة أولا، لا يجوز للأقارب والأغيار أن يكرهوا أو يمنعوا شخصا سواء كان ذكرا أو أنثى على عدم الزواج. لازم يكون الشخص بالغ ورشيد اللي عندنا إحنا بالقانون العراقي 18 سنة وما فوق. باقي التشريعات اللي مثلا في دول الخليج وغيرها لازم يكون عندهم محرم. احنا المشرع العراقي كونه هو مشرع مدني اكثر من ما هو شرعي اتجه الاتجاه ل 18، فحط للعضل ايضا قيده، والفقرة ثانيا حددت ايضا العقوبات اللي تكون على مانع الزواج ايضا من 3 سنوات او غرامه اذا كان من الاقارب، العفو من الدرجه الاولى، ومن باقي الدرجات 10 سنوات كحد اعلى و3 سنوات كحد ادنى. حلو. طبعا هذا القانون احنا المفروض من حكينا اليوم حكته انغام، والمفروض ناخذ به احنا كبنات اليوم. يجوز بعض البنات او بعض الاهالي يقولون هذا القانون مثلا مثلا شلون احنا نتمرد على اهلنا به، لكن اليوم بعض الاهالي نحرض البنات على اهلهم، لكن لا، بعض البنات اليوم وصلوا الى مرحله احنا نقول تحت اسم العنوسه مع الاسف قام يصحوا لعنس اليوم بسبب الاب والام اللي مانعيهم من هذا الزواج. بهذا السبب اليوم تقدر تروح للمحكمة وتحل هذه القضية. واشترطت المادة اشترطت على أن يكون يستدعون اللي يرفض الزواج. نعم، لا، اشترطت المادة على يكون الشخص المرفوض غير ذو أهلية. يعني شون؟ يعني مقدرته المالية ضعيفة، مقدرته الجسدية ضعيفة، نعم. يلا مقدرته العقلية ممكن. نعم، فهذا أوكي ما يصير عندنا عضل. لكن إذا الشخص كامل ورشيد وبالغ ولديه كل مقومات الزواج وقد المسؤولية والرفض، فهذا نجي احنا باب العضل. ومرات تصير عندنا انه دائما ونشاهدها بمجتمعنا انه البنية او في علاقة مع شاب او يعني فيتجه الشاب للزواج، يعني يقول يفوت من الباب، لكن يرفض وهو يعني كل المقومات عنده على مود يزوجوها شخص اخر. هنا راح يصير عندنا الحالتين اللي هي العضل بالشخص الأول. نعم. أو الحبيب، ويصير عندنا الزواج بالإكراه بالشخص الثاني اللي هم الأهل رايدين. راح تكون عليهم دعوتين ما شاء الله. طيب حضرة المحامي، خلينا ندخل على الدوافع المادية. طبعا هي نعم. أحد وأهم الأسباب الزواج بالإكراه. دائما إذا نرجع السبب الزواج بالإكراه، قبل شوية ذكرت أنت كنا قبل إحنا بمجتمعنا العشائري نواجه الفصلية نعم. بأن نجوز أكو بيناتهم مشاكل عشائرية يعني وكذا، لكن يوم قلت إحنا على أرض الواقع قلت، لكن الزواج بالإكراه لسبب دوافع مادية الآن أشوفه حاليا موجود. يعني أشوف بعض الحالات أكيد. اليوم أشوفها بنية صغيرة بالعمر، شنو الجابرها تأخذ رجل بعمر أبوها؟ اليوم القانون شلون راح يكون ويا هذه البنت إذا راحت قدمت دعوة على أهلها أو على زوجها؟ إحنا دا نشوف يعني بهذا وقتنا إنه الكثير من النساء إنهم مجبرات على الزواج من شخص أكبر من عندهم سنا بسبب المادة. للأسف يعني هذا تجي من يعني من توابع حالات الفقر اللي تكون عندنا، حالات فقر مستشري. وحتى الشباب اليوم يقول لك أنا أريد أتزوج وحدة، أو أمه تجيب له وحدة تقول له زوجها عندها راتب أو بيت، كون نفسك أو معلمة، كون نفسك يعني انتشرت في الفترة الأخيرة يعني أنه أخذ معلمة شوية راتبها زين. فهذا إجا عن يعني العاطلين عن العمل يعتمد على نصف الآخر بالمصروف. عالج المشرع العراقي هذه الحالة أيضا بالمادة 9 الفقرة ثالثا رسمت لنا كيفية الشكوى. أوكي، كيفية الشكوى أما يكون من إشعار عن من يروحون للقاضي، لكن عند عقد القران لمن يروحون للقاضي، لمن القاضي يعني سؤال روتيني مرغمين على الزواج، فأحد الأطراف يقول له نعم، فهنا راح ينطي إشعار لمحكمة التحقيق. محكمة التحقيق تأخذ إجراءاتها، والمكره
بعد الإخبار عليه من المحكمة الشرعية المكره يودع في التوقيف لأجل تأمين حضوره، أو في الطريقة الثانية هو الذهاب مباشرة إلى محاكم التحقيق. الزواج بالإكراه نلاحظ بالفترة الأخيرة، إحنا قلنا عدم الإفصاح بهذا الموضوع، يعني يجون هم بشكل جدا تقليدي. نعم. إنه أنا أوافق والزوج يوافق، بالتالي أنا مكره، إنه أنا مجبورة وهو مجبور، لكن ما نقدر نحكي لسبب من الأسباب الوصم بالعار والتعسف والآخر، وخوف، الخوف من أني أخسر عائلتي، ممكن عائلتي ينبذوني، فضحتينا، هاي الكلمات لها الكثير من الكثير. بالضبط، اليوم نحن بحاجة إلى مستشاري الصحة النفسية والاجتماعية للدخول بهذا الموضوع. أنا برأيي يعني ممكن أنه نسن قانون انه نسوي جلسة للزوجين حديثي الزواج، مو اللي متزوجين اكيد، اللي يريدون يتزوجون، انه تدخل وياهم بطريقة تعرف انه هذولا مكرهين ام نعم. اتفاق بين الطرفين. باحث الاجتماعي. بالتالي بس اعتذر اني راح اكمل النتائج اللي المترتبة بعد ما يصير الزواج بالإكراه. هناك للأسف ده ندخل بعقد نفسية احنا الشابات والشباب ايضا، ممكن هذا الشخص ما يوالمني. هناك أربع معايير البارحة ذكرها الأستاذ خالد البصيصي بين الزواج، التكافؤ بالزواج، اللي هو قلنا الانسجام الروحي، الانسجام العقلي، الانسجام الاجتماعي، والانسجام الديني. هاي أربع معايير إذا إحنا مطبقناها اليوم على أرض الواقع بمجتمعنا العراقي، بالتالي إحنا راح نتعرض لكثير من حالات الطلاق، ممكن نوصل مثل ما قالت العنوسة، الزواج العضل. فهاي المشاكل إحنا ليش اليوم منعالجها عن طريق مستشاري الصحة النفسية والسلوكية والاجتماعية؟ إحنا عندنا بالمحاكم العراقية محاكم الأحوال الشخصية خاصة مكتب البحث الاجتماعي أو باحثين اجتماعيين، لكن دوره غير مفعل، انه صار اجراء روتيني. وبالزواج اللي عند العقد ما عندنا باحث، ما يحيلون الزوجين الى باحث اجتماعي، عندنا فقط في حالات الطلاق وفي حالات اخرى. نعم. مثل المشاهده والاصطحاب، يعني في مواضيع ثانيه يتجهون الى الباحث الاجتماعي، لكن بالزواج احنا نتمنى المشرع العراقي يتجه اتجاه المشرع المغربي. المشرع المغربي سوى بحث اجتماعي قبل الزواج. حلو. فالمفروض احنا نتجه هذا الاتجاه، لان هو اتجاه صحيح، احنا لازم ناخذ الشغلات الزينه من المجتمعات الباقيه. اذا نحن بحاجه الى تفعيل دور مستشاري الصحه السلوكيه والاجتماعيه بالمحاكم العراقيه لمعالجه الوضع النفسي. بصراحه احنا كلنا عندنا عقد نفسيه من وراء بلدنا، المشاكل، الوضع الاقتصادي، لحد الان الموازنه مقاريه يعني شوكت ما نعرف، بالتالي احنا بحاجه الى مستشاري الصحه النفسيه، بحاجه شديده. نعم. لوجودهم بالمحاكم، لوجودهم بالمدارس، لوجودهم بالبيت، حتى بالبيت ممكن يجون يسوون حملات، والله حملات زيارة على البيوت على أطفالنا، لشبابنا، لشاباتنا. طبعا كل موضوع دنتناول يا أنغام نرجع للحل، والأهم سبب المفروض احنا نفعل مثل ما قالت أنغام، احنا كلنا اليوم لازم نفعل بالتنمية البشرية، نفعل المستشارين السلوك والباحثين الاجتماعيين، ولهم في الدور كلش كبير. لكن احنا بدنا نشوف كل مشاكلنا هاي نرجع سببها احنا ما عندنا ثقافة، احنا ما عندنا ثقافة الباحث الاجتماعي، المستشار النفسي، الطبيب النفسي، كل هذا اليوم احنا مع الأسف هاملي وما عندنا ثقافته. طبعا يعطيك العافية حضرة المحامي حارث المثنى، نورتنا اليوم الحارث مثنى عشت لسامي حضرت المحامي. نورتنا بصراحة، وشكرا لوجودك، ونتمنى لك الموفقية أكيد بالمحاكم وبكسب القضايا، لكن بالحق أكيد. لا أكيد بالحق. يعطيك العافية. يعطيك العافية. مع السلامة. شكرا. شكراً. وصلنا إلى موضوع جدا مهم، المقاهي الشعبية، من ملتقى ثقافي إلى مشاكل اجتماعية. اليوم المقاهي والكافيهات نلاحظ بأرض الواقع هي يمكن ملتقى اجتماعي، مناقشة مشاكل للدراسة، بعيدا كل البعد عن ملتقى الأدباء والشعراء والمثقفين للاستفادة. بالتالي أصبحت مقاهينا سطحية نوعا ما. اليوم أنا إذا أريد أتعرف ألتجئ للمقهى أو الكافيه، أدور لي على شريك حياة. يوم البحث المتواصل عن شريك الحياة أو البحث عن الحب ممكن ألقاه بالكافيه، البحث عن الأفكار البسيطة أو نقول لا بين قوسين التافهة ممكن ألقاها بالكافيه. اليوم
نسبة البطالة والأشخاص اللي يعانون من البطالة والبحث عن الوظيفة المناسبة نلقاهم أيضا بالكافيه بعيدا كل البعد عن الأدباء والمثقفين والشعراء والناس اللي هل قبل أيام الخير. فعلا مثل ما قلت يا أنغام، طبعا احنا نقول ماضي وابتعدنا عنا نتيجة عاصفة العولمة والنهضة التكنولوجية اللي بدأت تسيطر على العراق بعد 2003. مثل ما ذكرت أنغام، طبعا هذه المقاهي كانت من كانوا روادها هم الأدباء الشعراء قراء الصحف، وأيضا هم كانوا من روادها يا أنغام احنا نقول شلون المختار والمنطقة كان دائما يتواجدون بهذا المكان حتى يتناولون مشاكل المحلة. لكن اليوم كل هذول الرواد احنا بدنا نشوفهم بهذه المقاهي. شنو الأسباب؟ ذكرناها، أسباب البطالة، جوز احنا نشوف اليوم المقاهي أيضا اللي أخذناها احنا بجانب الدراسة. اليوم أنا أتحجج، أنا ما أقدر أقرب بيتنا هوسة، جوز بي احنا نقول مثلا شلون احنا يا أنغام ذكرنا احنا بعض المواضيع اللي ذكرناها تخص الدراسه في المقاهي. خلينا ندخل جمانة الى غياب القانون والمحاسبه. سابقا كان المقاهي وجلسه المقهى لها اصولها وعاداتها وقوانينها، واكو اسس معينه. انت هل انت كفوء ان تدخل المقهى للاستفاده وليس لتضيع الوقت؟ اكيد ويانا ضيفنا الاستاذ عادل العرداوي، اكاديمي منور برنامج مورنينج لايف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك استاذ عادل. سلام عليكم. وعليكم السلام. شلون احوالكم؟ يا هلا، فرصه سعيده نشوفكم. يا هلا، منور منور. اهلنا الطيبين. الله يخليك. اهل الشراويه تخبل طبعا، البغداديه اللي تذكرنا بايام الخير، ايام قبل استاذ عادل. فعلا هي هذه السدارة البغدادية أو السدارة، هذه أدخلها الملك فيصل الأول في عشرينات القرن الماضي حتى يتخلص من الطربوش التركي. يعني هو جاي ده يعرق، يعني ما يريد يخلي فتشي حضارتنا، ما يريد شيء فتشي أجنبي. يعني الطلبوش تركي، هو تركي طبعا، هذا الأحمر يطلع بال الأحمر، هو مو مصري، تركي. لا، المصريين أخذوه من الأتراك لأنهم كانوا يحكموهم. حلو. الدولة العثمانية يعني ممتدة لكل الدول العربية والإسلامية. أستاذ عادل، اليوم خلينا نحكي بالبداية عن المقاهي بين اليوم والأمس، شنو الفرق؟ المقاهي خلينا نعرف بيها شنو هي. يلا. هي عبارة عن نوادي اجتماعية تنتشر في مناطق المدن، محلات المدن، وليس في بغداد، في كل مدن العالم. هي ناس يستراحون بيها، ناس يعني يتفاهمون بيها على الكثير من القضايا التجارية والاجتماعية وفض النزاعات، أحيانا اللقاء مع صديق عزيز، أيضا ممارسة بعض الألعاب البريئة اللي هي الدوملة والطاولي والشطرنج. ولكن في بعض المقاهي مع الأسف تمارس بعض الألعاب اللي هي أقرب إلى القمار وأقرب إلى مما يعني شوية وظيفة القهوة تروح إلى جانب آخر، للأسف. يعني جانب سلبي. ولكن هذا مو على كل القهاوي، لا، يعني قسم يعني هناك مقاهي محترمة الآن دخلت في تاريخ العراق الحديث. يعني أكيد. يعني احنا هسه اذا نريد نحكي عن شارع الرشيد ما ممكن نتجاوز مثلا مقهى الشابندر، الله، اي، او مقهى حسن عجمي، الله، او مقهى الزهاوي، او ما ممكن. يعني هذا يعني أصبح معلم أثري. معلم أصبح معلم أثري. أي. هذه المقاهي. نعم. فلذلك هي نوادي اجتماعية موجودة في كل أنحاء العالم، يجتمعون بها الناس، أبناء المحلة، أبناء المنطقة، أبناء المدينة، يعني يتفاهمون، يعني يرتاحون. يعني هي يعني محطة استراحة يومية. صحيح. أي. وحتى أحيانا تنحل بها، هي صير بها مشاكل ولكن هي تحل المشاكل. تحل المشاكل بنفسها. أي نعم. يعني فد عركة أو فد خصومة بين اثنين من أبناء المنطقة بالقهوة يحلوها، يجي المختار ويجي فلان. طيب. أستاذ عادل. نعم. إذا اليوم إحنا خلي حديثنا يكون بحسشة بغدادية. يلا. الحسشة البغدادية. يلا. اللي ترجعنا لأيام. نعم. أيام. نعم. قبل. نعم. أحلى. نعم. الخير. نعم. الطيبة الزايدة. نعم. ماكو أحلى منها. البراءة. فعلا. حاليا التطور التكنولوجي الحاصل اللي تعرض إلى إحنا تعرضنا للشباب. نعم. والبنات. نعم. نعم. وأيضا. نعم. الأجيال القادمة كلها متعرضت لهذا التطور. إيه. اللي هو التطور إذا نحكي عن مساوئ كثيرة جدا. إيه. لكن المحاسن. تفضل. نعم. هي موجة
يعني موجة كاسحة لا يمكن الوقوف بوجهها. يعني هسه لنفترض أني رافض الحداثة، أقدر؟ ما أقدر يعني فعلا، ولكن علينا أن يعني شوية بهداوة نتعامل وياها، يعني شوية يعني الدرج ما ينصعد رأسا قمزة واحدة، درجة. أنا اختاريت كلمة الحسجة لأن حنية أهل الجنوب بصراحة طاغية علي، فاليوم إحنا خلينا أكيد نرجع إلى حسنا. أنا أفسر لك الحسجة. إيه هو أكيد الحسجة هو الكلام المبطن الذي أقوله بشكل واضح ولكن أقصد به شيء آخر حرفيا. يعني هذا مثلا أحكي وياك يا بنتي وسمعي يا شنتي بالضبط. اليوم إحنا إذا نرجع إلى القانون ونرجع للمحاسبة، سابقا كانت المقاهي الشعبية، أنا اليوم دا أحكي بحسجة. نعم. أحكي بكلام أوجهه. مظبوط. أسمع شنتي. أسمع أصحاب أصحاب القرار. اليوم نحن بحاجة إلى أنه نرجع مقاهينا الشعبية ما الأول ما القبل. نعم. أهل الخير اليوم بنلاحظ أنه المقاهي دا تستقبل من هب ودب. نعم. واقع هذا. طريقة الجلوس غير مناسبة. صحيح. الصراخ. صحيح. استخدام كلمات سيئة جدا تخدش الحياة. صحيح. الحوار غير هادف. لما أنت تقعد يمكن إحنا نلاحظ الطاولات جدا قريبة من بعض. نعم. فنسمع. نعم. الحوار. نعم. الداير. نعم. نعم. الحوار غير هادف. صحيح. أستاذ عادل. صحيح. بالتالي دي يأثر. يعني هسه أنا ممكن أريد أروح لمقهى شعبي. ايه. أستفاد. ايه. اليوم لا يوجد فائدة. هسه أنا راح أضرب لك أمثلة. طبعا صاحب المقهى يتحمل 50% من حل هذا الموضوع. نعم. من حل هاي المشكلة. لنضرب مثلا بأقدم مقهى في بغداد، هي مقهى الشابندر نهاية شارع المتنبي واللي هي الآن مفتوحة. نعم. وحتى بالليل مفتوحة بالمناسبة، يعني تبقى للساعة بالوحدة. هذا الرجل صاحبها اسمه حجي محمد الإخشالي. حلو. بغدادي مستلمها من سنة 1963 وهي بيده ولحد الآن. أوف. ويا ولده. ماشي. شوفي هذا منع، قال ماكو دوم له، ماكو طاولي، ماكو كذا، ماكو كذا، ماكو يعني اي شيء بي خلى معايير. لا يعني بي طبعا نسلم عليه تحياتنا ونودي له التحيه تحياتنا ونروح ان شاء الله نشرب شاي منه ان شاء الله. اي هو مو بس يسوي شاي، يسوي دارسين ويسوي حامض. يعني اللي يعني قصدك اهل المقاهي السابقه هم كانوا يسنون القوانين. هذا مثلا قبل اسبوع كنت يمه تكلمنا بهذا، قال لي ابد ما خلي يصير هوسه وهرجه وما ادري شنو ما اريد دومله، ما اريد طاوله، ما اريد، لانه ذول يتعاركون بعدين. صحيح. ياهل يفوزوا منافسات تصير. نعم. بالضبط. يقول من تعاركون كسروا القهوه مالتي. ها شلون يحسب؟ ايضا راح افقد كثير من الزبائن المحترمين. فعلا. اللي يجون يمي بعد ما يجي يقول لك هاي مال مزعطه، هاي ما يصير، هاي شلون حكي هذا؟ ما نروح بعد هاي القهوه ما محترمه نفسها. فيقول انا احسب حسابي يعني دائما، وحتى اعرف مقادير الناس اللي يجون. يعني هذا عرفه قاضي، هذا محامي، هذا مهندس، هذا ضابط، ايه يعرفهم يعني. هذا حجي محترم هذا. فيقول ما ممكن انا اسوي هرجه، يعني الفلوس هي قاعد تجي الحمد لله، الرزق مفتوح يعني ما عندي مشكله، بس انا هنا راح افقد سمعتي. سمعه. شوفي سابقا يعني الحداد والنجار سمعته فوق كل شيء، والخياط والخياطه والذولا كلهم الكبابشي. يعني كلهم كانوا يعيشون على السمعه. يعني واحد نجار يسوي كرسي مثلا يعني ما مضبوط، الصانع ما يقول له استاذي خلي سمعته حلوه، لا خلي مشي خلي. قال لا 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 ماكو مشي مضبوط حلو. هذا بعدين من يروح هناك ويطلع يقولون هذا من يشتغل، فهمت قصدك سمعه الصنعه. سمعه الصنعه. فيقول انا اخاف على سمعتي والا الرزق هو بيد الله. ماكو مشكله. اي يعني هنا الفرق. فيا ريت هذا الفرق. يا ريت يتوفر هذا الشعور لدى كل زملائنا واخواننا اصحاب المقاهي. يا ريت يعني نتمنى. واكو العنصر الخير مثل الحاج محمد الاخشالي، اكو يعني ما معدومه طبعا، ولكن ايضا اكو نماذج يعني ما اريد اقول سيئه، نماذج يراد لها شويه. خلينا نحكي عن هاي النماذج. عادة نظر يعني استاذ عادل، خلينا نحكي عن هاي النماذج. احنا نقول بعض المقاهي تكون غير مرخصه، لا تتبع المعايير المجتمعيه نهائيا، اللي هي تكون مرات احنا نشوف المقاهي بعض المقاهي بين المنازل. صحيح. هاي المقاهي اكثر، احنا نقول اكثر روادها اليوم هم من الشباب. صحيح. والمراهقين يتلفظون الفاظ خادشه. صحيح. اليوم من الصعب اني بيتي بصف مقهى ودا اسمع كلمات وصياح وتجاوز. صحيح. هاي اول شيء. هاي اذا نجي على الناحيه الاجتماعيه
الاجتماعيه. اذا نجي ايضا على الناحيه الصحيه نشوف هسه مجموعه من الشباب قاعدين اللي هم اصلا لا عندهم لا شغله ولا دراسه ولا عمل، خلي لهم نرجيله وحده والكل تشرب بيها، هذا ايضا راح يسبب انتشار الامراض. احنا اليوم لو اكو رقابه على المقاهي هل سنشهد نوعيه او احنا نقول تغيير من الرواج هذه المقاهي؟ نعم، المقاهي هاي اللي هاي يعني يعني ذات الوجه السلبي خلينا نقول مع الأسف موجودة، صحيح يعني ما أنا ما أنفيها، ومع الأسف انتشار شرب النارجيلة، إخواننا بالشام يسموها أرجيلة، هي نارجيلة وهي التسمية مو عربية يعني بين الفارسية وبين التركية، يعني من يريد ان نطلبها نقول نارجيله مو ارجيله، هاي من ترحين بالشام نارجيله، اي نارجيله لا نارجيلة. يعني بها نار هي فعلاً. فوق اكو نار، اكو نار فوق يخلون هذا الجمر اللي هو يعني الفحم. فحم نار فعلا هي. زين هذه شوفوا صحيا مثل ما قلتي راس النرجيله، هم يسموه راس طبعا، هذا ناس راس النرجيله يعادل الشربين باكيت كامل 24 جيجار بهاي القعده مالته الراس يسمونه دراسه، طبعا نوبات يجددوه هو نفسه يجددوه. زين زين شرفت 24 جيجاره في ان واحد، وحده ورا الثانيه وحده ورا الثانيه وحده. زين هذه هاي النتائج مالتها تدرر رئوي يصير خطوره. نعم يعني هذه الجيجاير. زين نجي على الاجتماع دول الشباب، اكيد يعني ابو القهوه مين يقدر يمنع انه هذا عاطل او هذا كذا، يعني مفتوحه يعني ياهل يجي يقعد بيها يعني، ولكن نوبات بعض يعني بعض المقاهي اكو فئات اجتماعيه سابقا انا ملحق قهوه التجار، قهوه المطيرشيه، قهوه اللي يبيعون بلابل، قهوه قهاوي انهم تجمع يكون يعني من قهوه الخبازين. يعني هسه انت عندك فرن مال صمون لو خباز، الواحد من ذول عمالك بطل وين ترحين؟ ترحين للقهوة مال الخبازين تجيبين واحد بديله. قهوة مال البنايه ذول يعني العمالة وما العمالة والاسطوات والخلفوات. يعني هسه عندك بناء وين ترحين؟ ترحين للقهوة مالتهم. نعم يعني قهاوي يعني حتى الخرسان كان عندهم قهوة، ذول الخرسان بالاشارات كذا قهوة مالتهم كذا، ويعني يعرف يقول اجيب لي شاي يجي خلي لي شكر اكثر. هاي كان موجوده في بغداد يعني حقيقه ملحق عليها انا. زين الان انتشرت المقاهي بشكل يعني واسع وخاصه في المناطق الشعبيه، انا حسب معلوماتي البسيطه يعني مراكز الشرطه في المناطق ذيك هي مسؤوله يعني عليها فيما اذا قدمت لها شكوى. حلو. اي يعني هم ما يجون الشرطه يتدخلون يعني يصيحون على الناس او يهينوهم او لا لا حشاهم، بس من تصير قضيه معينه ويروح شخص يشتكي او صاحب هذا يجون الشرطه، يعني الشرطه المجتمعيه وغيرهم يجون ويفضلون، واحيانا المشاكل تسبب في غلق المقهى اذا مشكله كبيره وبها دماء وبها ناس ينحبسون، يعني الحكومه تضطر تعزلها يعني تعزلها للمقهى، وكثير من المقاهي سكرت ابوابها بهذا الاتجاه. استاذ عادل خلينا نرجع الى المقاهي الشعبيه، سابقا كانت تستقبل اعمار محدده. كان صاحب المقهى يدير المقهى بطريقه جدا رائعه، مثلا يشوف الشاب مقصر يعرف واحد واحد من المرتادين. هذا كم عمره؟ هذا ممكن مضبوط. حتى مراتي الاهل اذا تسمحوا لي الاهل يخلون صاحب المقهى ينصحه بما انه هو صار صديقه، ممكن انا ما استقبل من اهلي بالتالي انا مقصره بالدراسه، فممكن هو صاحب المقهى يجي ينصحني. حاليا اهل المقاهي عندها فقط مدخل ربحي يخلي يعني صحيح. احنا بالذات المقاهي صحيح. الشعبيه هي صحيح. الوحيده اللي تبقى صحيح. الى الثالثه صباحا رابعه صباحا صحيح. في هدف انه تاخذ ماده اكثر. تمام. اليوم احنا اذا نذكر سابقا المقاهي الشعبيه لا كانت حريصه كل الحرص عن روادها. اي وكذلك ايضا لا تنسين يعني ما اعرف يعني سلوكيتنا احنا قبل ايام زمان الاعمارنا صغيره كنا نستحي نروح بالمقهى، يعني احنا صغار اي عيب بعيب فعلا. يعني انا دخلت اول مقهى شلون دخلت انا؟ على قولة عمي الله يرحمه يقول الرجال اللي ما عنده شنب ما عنده شوارب بالضبط. لا يدخل المقهى بالضبط. انا شلون دخلت المقهى؟
المنطقة مالتنا جابوا تلفزيون أول مرة نشوف التلفزيون، تلفزيون أسود وأبيض شان ويوشش كذا شون عبالك اللي يعني هذا البرغش مهم. فتوسلت بقول لي بابا ما يصير عيب أنت صغير ما يصير طو، قلت له بس أشوف هذا للتلفزيون ما شايف للتلفزيون ها خلي جوا هيجي بسد أبويا وقعد ظلت فكان يطلعون مال الأول مال ميكي ميكي ماوس وذول يعني اي مال قال شنو والله يستر اي والله زين والله ذكرت هذه هي الدخولي او بس شيء قاعدين بعدين ابو المقهج قام يسوي شوف الربع جبناها على الربع قام يدخل اقراني الصغار ياخذ منهم 10 فلوس كل واحد وما يعطيهم شاي ما يعطيهم بس مجرد يباهم ذولاك لا يشربون شاي لبهم احنا معكم يعني جو يعني مو زين دخلتكم مو زين فوتتكم يلا جيبوا شوف باوع الاستغلال حتى الاطفال يعني انا اتذكر تماما واحنا نقبل طبعا احنا ما جايين على الشاي جايين على افلام الكرتون لا هو التلفزيون في شيء عجيب تطلع بمذيعه حلوه كذا هيك تحكي تطلع مذيعه طيب استاذ عادل شنو رايك ليش احنا وصلنا لهي المرحله انه شبابنا اصبحوا مرتادي المقاهي الشعبيه بادمان للساعه الرابعه صباحا ماكو اعمار محدده يعني للاسف اصحاب المقاهي مدى تحط شروط او محاسبه على الاعمار هم اصحاب المقاهي لنحملهم كثير يعني من النقاط بقدر ما هم ناس يعني يدورون ربح ينتهين منها ولكن غياب مراكز الشباب يعني سابقا اكو مراكز شباب تستوعبهم ذول يروحون يمارسون لعبات يعني القدم والطائرة والسلة والجودو والكاراتيه وبالمسابح وهم الان ما موجود يعيشون اوقات فراغ كثيره ايضا لمن عنده نشاط ثقافي مثلا شاعر يكتب قصه يكتب خاطره ايضا اكو منتدى ثقافي يجمعهم ذول ويصعدون اللي مثلا عنده مثلا قابليه للغناء والعزف الموسيقي اي نعم انا يعني اتذكر يعني شان يعني هذا مركز شباب العظميه هل قد شان يستقبل شباب موهوبين وكل من يروح المكان ابو المصارعه يروح للمصارعه ابو الغناء يروح للغناء ابو السباحه يروح للسباحه ابو الكره القدم وهكذا هاي ما موجوده الان فشوفيهم ليتكدسون على المقاهي يعني الان الدعوه الى وزاره الشباب الرياضه والشباب ان تعيد النظر بشون تمتصهم هؤلاء الشباب شون يعني توظفهم لبناء المجتمع هم ذولا قاده المستقبل يعني ما عندنا غيرهم نعم زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون هذا هو هذا مبدأ الحياة كلها الشكل فيفترض توفير الرعاء مثلا سابقا كان بالزوراء القبة الفلكية موجودة لحد الآن بس الآن مهملة مغيبة بالضبط موجودة البناية يعني بس شوية رعاية صغيرة غادلة أني كنت أشوف أقداس من الطلاب والطالبات سفرات المدرسية سفرات يوقفين بالسرة يعني هيك يفوتون هي بها يعني مثل هاي بها يعرضون بها النجوم والأقمار والحركة النجوم حلو كلش حلو يعني كلش جميل يعني هذا علم الفلك يسموه زين هاي هم راحت يعني كثير من الشغلات اللي كان متوليتها الدولة تبقى هي قائدة المجتمع ما بها يعني الناس صحيح بس الدولة الأم الدولة الأب الدولة هي اللي تقود نعم لا تقولي لي لا والما هذا هو واقع الحال احنا عندنا بالعراق وهنا مناطق الشرق هاي بلدان الشرق والبلاد العربية كل شيء تقوم به الدولة نعم فعلا واحنا دولة نفطية مو تقولين يعني معتازين يعني عندنا بلد الخير ايه بخير مو بس النفط عندنا كثير من الثروات اليوم عندنا ما يعني مو تقولين احنا مثل ما اريد اذكر الاسماء يعني لا خليها استاذ عادل خلينا نحكي بشكل واقعي اليوم احنا نشوف المقاهي نعم مو كلها البعض من عندها نعم مرات من افوت احنا نسمع كلام من اهلنا من صديق نعم من صديقه نقول هاي مقاهي ام تجاره بالممنوعات اليوم ده نشوف تجاره بالممنوعات من نعم المخدرات مو كلها مو قلنا البعض احنا ما نحكم على الكل نعم احنا اليوم احنا استاذ عادل احنا نعم اليوم بحاجه لتفعيل الدور الوقائي من قبل المجتمع والدوائر المؤسسات التعليميه والصحيه والرياضيه نعم ذولا أول مرة الشرطة المجتمعية تتحمل هذا الدور بالمراقبة صحيح أصحاب المقاهي يتحملون دور كبير أيضا يعني إحنا كعوائل يعني ذولا أبنائنا اللي يرحون أيضا المفروض هم نراقبهم يعني ما ممكن أنت تغض النظر عن ابنك يجيك الساعة بالثنتين لو بالوحدة لو يجيك
مدمل وباسط لواحد يعني خاصة الأهل لما يقولون إذا ابني يتأخر لا هذا رجال لا, لا لا مو لا به عواقب يعني بتذولة واحد مثلا فاز عليه بالدوم لو بالطاولة لو أحيانا أحيانا حتى يلعبون ورق مع القمار زين فاز عليه فلس هذا زين شو يسوي راح يتعرك ويا ذاك الفاز عليه فاش اخون وانه بتعال ندخل بمعمد العشائر وجيب العطوه وجيب الفصل وجيب السيد وخذ الشيخ اي والله يعني اكو نتائج ترى هي سلسله حقيقه يعني فواحد المفروض يتصدى لها من البدايه يعني يقف حد امامها اذا زياده المراقبه مثل ما قلت من خلال لازم. الاهل واكيد المطالبه لازم. من السلطات نعم. نوعا ما المعنية. زياده بالضبط المعنيه نعم. المعنيه نعم. الحسجه المعنيه أيه أيه. انه يزيدون الرقابه على المقاهي الشعبيه البعض منها احنا اليوم ما نوجه ابدا ابدا اصحاب المقاهي البعض محترمه تازم. والحد الان حافظت على العادات تازم. والتقاليد تازم. منها سلامنا الى مقهى الشاه بندر اصبح التجمع الرئيسي ل يمكن السياحه السياحه بلشت بالعراق نعم. الاجانب ديزونه ايضا السياحه لها دور بهاي تطوير المقاهي جداً انا جداً. بالمناسبه عضو الهيئه الاداريه لرابطه المقاهي التراثيه العراقيه انا عادلي رحنا الى المحافظات وافترينا عليهم وسوينا مهرجانات الله يحفظكم اي والله الله يحفظكم. وقلنا هاي المقهى يعني فازت رقم واحد هاي رقم اثنين وذلك للديكورها لسماوراتها لقواريها للملابس اللي لابسيها العمال هاي البشتمال للشراوي اذن كل القياسات واعلناها بالتلفزيون طبعا نحن بحاجه الى امثالكم استاذ عادل الله يخليك لنشر الوعي والفهم لاسترجاع الذكريات الجميلة لاسترجاع نعم الماضي نعم خلينا نعم نتكلم نعم على نعم بعض المقاهي الشعبية نعم ديديرها السيدات نسوة معينة صارت فيها التجربة شنو رأيك بهذه الظاهرة هي بالحقيقة هل هي صحية نعم هل هي صحيحة هذه نعم بالحقيقة هذه التجربة صارت بالعراق قبل سنوات ولكن ما استمرت مع الأسف يعني نعم مقاهي اداروها نساء وقعدون به نساء نعم صارت بس يعني تجربة ما اعرف يعني ليش اجتماعيا او يعني خفتت يعني شمعة انعلقت وضوت بالبداية لما طيب انت معاها ام ضدها نعم معاها معاها شنو السبب معاها ولو الان النسوان عندنا بالعراق صارت لهم منافذ كثيرة بعد ما يحتاجوها لهاي المولات كلها بيها مقاهي وبيها مطاعم وبيها هم بيناتهم انا دا اسمع اليوم نروح نتعشى بالمول اليوم نروح نقعد بال المطاعم احنا جزء صار عادل ماخذين فكره المطعم يختلف عن المقهى اليوم اليوم اللي تشتغل بمطعم تختلف عن اللي تشتغل بمقهى تغيرت ترى بالمناسبه الان المقاهي الحديثه صارت هي كوفي هي بارد هي لبن هي اكل هي سندويش جاوبتني على السؤال بالطريقه اللي انا اريدها أقصد اليوم المرأة هل تستطيع أن تملك المقهى الشعبي والديرة؟ ممكن؟ إذا كانت المرأة جريئة كما هي المرأة التي تسوق الكوستر كوستر أنا أعرف نسوان حاليا كوستر كوستر والله زين ضروري فهي لما ساقت الكوستر وراحت للنجف إذا تستطيع القهوة قاعدة قلها قاعدة يعني وذول الزبائن يجون وعدها عاملات روح يودي شاي الهاي روح شاي حليب نسكافي يودي اللولا لكن تحت ضوابط بالضبط اي بس شنو الراد ايضا هاي المقاهي مال النساء تكون تحت عين السلطة يعني الشرطة القوات الموجودة ليش لانه حتى لا يصير اعتداء رقابة لازم عم تكون رقابة من ذاتها هي بعدين تكون رقابة هاي مجتمعية هاي مطلوبة نعم مطلوبة نعم يعطيك العافية أستاذ عادل العرداوي طبعا فرصة طيبة شفتكم والله احنا السعداء اليوم بوجودك ويانا أنا آخر مرة جيت هنا بالسومرية قبل 10 سنوات شباب بنات اي والله كان شباب كذا نعم وكانت نسيتها البنيه بنت طالب القرغلي اني انت مو؟ اي انت بدي اقول لها
مغيره التسجيل مغيره اللوك مغيره اللوك مو صحيح اجمل الله اجمل الله يرحم الوالد تسلم تسلم اشكرك انت يعني استاذ عادل انا كلش فرحانه التقيت بيك مره ثانيه انت بنت اخوي تسلم لي الله يرحمه الله يرحمه ويغمد روحه الجنه ان شاء الله ان شاء الله والدي من الناس اللي لا تكرر بصراحه انا اتمنى في انا افتخر اكون بنتي الله لا اتمنى بهذا البرنامج مالكم في اليوم سوونا فتحة حتى نحكي عنها ان شاء الله اكيد يعني بالايام الجايه اكيد لازم ويا المعد اكيد يعني راح نتناقش المعد علي تحياتنا له اليوم حلقتكم مو على المقاهي نعم. عن مظفر النواب وعلاقته بوالدك اي والله اي والله ضروري انه والله والله. طبعا ويا المعد راح ناخذ موضوع ان شاء الله في المستقبل عن الملحنين والادباء والشعراء اللي لا ما تكرروا لماذا لم يتكرروا مثلا لماذا مع التطور التكنولوجي بكل النواحي لماذا لم يتكرروا مع العلم اذا نرجع للسابق كانت الادوات قليله الادوات والتطور كان جدا قليل طالب القرغلي ناظم السماوي عريان السيد خلاف مظفر النواب زامن سعيد كاظم اسماعيل القاطية أيوة أموري محمد الجوائي المن نعد لا 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 يعدون أسماء كثيرة وكبيرة أستاذ عادل شكرا لوجودك نحن نفتخر بوجود هكذا شخصيات مثقفة ترجعنا لأيام الماضي شكرا شكرا أتمنى لك الموفقية والعمر المديد إن شاء الله نلتقي إن شاء الله الله يخليك شكرا جزيلا شكرا طبعا بعد ما انتهينا اليوم المقاهي الشعبية ننتقل إلى موضوعنا احنا نقول اليومي والمثبت في برنامج مورنينج لايف اللي هو السوشيال ميديا احنا دائما ما نستقطب ونستضيف المؤثرين صاحبين المحتوى الهادف والحقيقي ليس المحتوى احنا نقول الخادش للحياة الغير هادف احنا نقول مو البناء الهدام يا أنغام طبعا احنا دائما نبتعد عن هذه الشخصيات لكن احنا نستقبل الشخصيات الهادفة والبناء اليوم راح تكون ويانا زينب الشمري مؤثرة بمواقع التواصل الاجتماعي تعطي طبخات الأكل عارضة أزياء وسينا رست وممثلة مسرح ونقولها يا هلا وميت هلا بيك ويلكم ويلكم مساء الخير شلون زينب الحمد لله تمام انتم شلونكم تمام ان شاء الله بخير شلون زينب الحمد لله يسعد مساءك يسعد لي مساء خلينا زينب العاني اكيد نعتذر احنا قلنا الشمري طبعا هي مؤثره تنطي طبخات اكل تجنن عارضه ازياء سيناريست ممثله مسرح ما شاء الله كل عشرة فيكي اكيد ان شاء الله الخير دائما وياك حبيبي خلينا نتكلم على زينب العاني منو هي مو بعيدا عن كل هاي الاشياء الجميله اللي تسويها زينب العاني فتاه عندها احلام منا ومنا جمعتهم وبلشت خطوة خطوة الحلو بالموضوع أنه خطواتي كلها وحدي أحب أكون أنا مسؤولة عن خطواتي وحدي حتى أفتخر أكثر مهما كانت الخطوات بسيطة تعطيني فت شعور بالفخر أحب ثقة النفس اللي عندك هذه اللي أنت عارضة أزياء للقياسات الخاصة نعم. بالتالي إذا تنطين قوة للمربربات أنا ما أقول سمينات أنا أحب أقول كلمة مربربات حتى ما أخدش حياة أي يمكن نعم. أكون نية راضية بجسمها بالضبط وراضية تقول أني وجهي ما أريد يضعف وجسمي أني ثقة بالضبط, بالضبط. أو تشوفه يليق بيها بالنسبة لمجال عرض الأزياء طبعاً كنا نعرف انه مجتمعنا العراقي ما يخلى من النساء الكيرفي او الاجسام الممتلئه مثل ما نقول هذه الفئه اللي انا من ضمنهم احنا نعاني من تنوع التصاميم المتوفره او قله التنسيقات او الاجسام مثلا ما تعرف شلون تلبس الافصال اللي يليق بجسمها واللي يرتب جسمها فاني برزت بوزني بهذا المجال وبتنسيقاتي نوعا من التشجيع والمثلا الفائدة وتقديم النصيحة والتنسيقات أو كدليل لنقاط البيع للقياسات الخاصة بالأوزان هذه طبعا فهذا الشيء كلش حبوه مني الممتلئات والكيرفي وأنا حبيت نفسي هم من خلالهم يعني فصرنا تقريبا عائلة صرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالضبط بالمواقع اليوم انت يا حضر زنوبة اليوم انت مثل ما ذكرنا تعطين طبخات اكل نعم. عارضة ازياء للقياسات الخاصة ممثلة كل هذه اليوم انت تظهريها على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل هي اليوم وصلت زينب العاني هذه المرحلة بالتأكيد لان فئة من المتابعين مو قليلة انه هي تتبع خطواتي أول بأول تشجعني أكثر وتوصلني أكثر فهذا الشيء يخدمني ويخدمهم
بنفس الوقت كل هاي المحتويات يوم انت جمعتها بصفحه اللي تخص زينب يعني بالتاكيد كلها. بالتاكيد اما موضوع الطبخ خليت له صفحه خاصه يعني اكونت خاص عارفين تطبخين اكيد ولا ما اجرب اكو ناس بس تحكي بس لا, لا 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 انا حتى الخطوات الطبخ اصورها طبعا حلو. هي انا ما اعتبرها فد واجب بيتي اعتبرها هم يعني نوع من الهوايات يعني خلينا ندخل على بعض الصفحات نعم خاصه انت عارضه ازياء نعم. فدائما يدورون على الجسم السليم فيت بالضبط عانيتي من هذا الشيء كلش هواي بالبدايه خلينا نسولف عن هذا الموضوع حتى ننطي ثقه للفتيات الكيرفي بالضبط. اليوم احنا ضروري ان من مورنينج لايف ننطي ثقه للبنات لازم تحبون نفسكم شلون بتكون هيئتكم سمينه دبدبه كلش ضعيفه يعني لازم احنا نحب هو الشخص من يحب نفسه راح يحب شكله ومظهره مثل ما هو واكيد يتطور بالضبط تفضلي فيعني موضوع شويه ثقافه عرض الازياء للبدينات او الممتلئات نفتقدها احنا هنا بالمجتمع العربي عامه فمن ظهرت بالبدايه قلت لك شويه واجهت صعوبه لحد ما أنا هسه واصلة مرحلة إنه أنزل فاشن شو وبنص العارضات السليم القياسات العالمية وشو إحنا هم راح نصير قياسات عالمية يعني الكيرفي طبعًا أكيد بكل مكان بالعالم يمكن هناك قياسات خاصة يعني نعم. الأجسام الكيرفي أو الممتلئة ما فكرتي تسوي النحت ما فكرتي نهائياً. انه تسوين قص معده تدرين هسه موضه القص المعده ما شاء الله يا ما شاء الله بعيده عن العمليات بعيده جدا حتى اذا حاولت ارتب من جسمي انحف شويه فبالدايت والرياضه وطبعا كل خطوه جديده للتنحيف والرياضه راسا انزلها بالصفحه لان الكل دا ينتظر هذا الموضوع مع العلم ما اشجع لان الممتلئه مثل ما هي مخلوقه حلوه يعني انا جربت فعلا. اضعف ملاقلك شنو شفتي حسيتي انه ملاقلك مو اني مو زينب اليوم زينب متعودين هذا وجه هذا جسم برافو عليك بالضبط طبعا احنا نشوف مرات حتى بوجهنا اكو بعض مرات يقول والله يجوز خشمك كبير ليش ما تصغري يجوز مثلا حاجبش كذا ليش ما تغيري اكو اليوم اكو تقاطيع بوجهنا هي مرسومه على وجهنا خاصه بينا خاصه صعب اليوم نغيرها بالضبط زينب اليوم احنا بعض احنا نقول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون مقاطع فيديوهات محتويات غير هادفة محتويات خادشة للحياة يستخدمون بها الغلط والتجاوز بيناتهم حتى يزيدون نسبة مشاهداتهم بالضبط. اليوم أنت حضرتك قدرتي تستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي بعرض محتواك بعرض أعمالك قدرتي أنت اليوم تجمعين بين أكثر من شغلة وطرحتيها على المجتمع واليوم شفتي أنت إقبال عليها شفتي أكو متابعين اليوم ديت إحنا شو نقول مثلا ديندمجون ويا زينب اليوم زينب اليوم زينب انت برايك هل فعلا اليوم الشخص اذا يريد نسبه متابعه ما تزيد او يكون مشهور اكثر فعلا اليوم لازم يتجه للمصطلحات والالفاظ الخادشه للحياه المحتوى الغير هادف بالتاكيد لا لان هو السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي صارت عالم اخر مثل العالم الحقيقي عالم افتراضي فطريقة استخدامه تتبع الأشخاص وثقافتهم وتربيتهم وبيئتهم وأهدافهم الخاصة من داخلهم يبقى تذوق الشخص للفئات والمحتويات اللي موجودة احنا بكيفنا نختارها مثل ما نختار الصديق صحيح. نختار المكان نختار الموضوع اللي نحبه ونهدف له يعني اليوم زينب العاني هي شيف نعم. مؤثرة بمواقع التواصل الاجتماعي ممكن حتى تشاركيهم تساعديهم بحل مشاكلهم لمتابعيك خاصة أنه أنت تزرعين الثقة كفتاة راضية بكل حالتها بجسمها نعم. وجهها لون شعرها بكل شيء أنت راضية على نفسك هذا أهم شيء أيضا عرضة أزياء نعم. للقياسات الخاصة سيناريست ممثلة مسرح وين تشوفين نفسك بين هاي كلها انطيني أول شيء إجابة حتى أسألك سؤال ثاني أنا كاختصاص دراسي و كهدف حلم بالبداية كان عندي هو التمثيل والسينما وبلشت بيه بالدراسة يعني أخذت بكالوريوس فنون جميلة سينما وتلفزيون يعني اختصيت بين كتابة السيناريو والتمثيل بلشت الخطوات الأولى بالتمثيل بلشت بيها بالمسرح الطفل وعندي تجربة بالمسرح الجاد
ومنها للدراما يعني. يعني ممثلة تشوفي نفسك أكثر. لكن أنا من بحثت عن بالمواقع موقعك أكيد حسابك يختلف عن قلنا حساب الطبخ. نلاحظ أكثر التعليقات زينب أم نفس الطيبة، زينب طبخها يجنن، زينب تجنن بالطبخ، دائما عندك أنت أدوات معينة تطلع الطبخة كلش متكاملة. بالضبط. ما فكرتي إنه تروحين الطبخ أكثر كشيف، تفتحين مطعم خاص بيك أو تصيرين شيف بإحدى المطاعم؟ شنو رأيك بهذا الكلام؟ والله هو الفكرة كلش حلوة وأشجعها أني، بس بالنسبة لي كتخصص أنا أحب من مطبخي. حلو. أنطي النصيحة، أنطي الطبخة، أنطي الوصفة من مطبخي أني. ما فكرتي تسوين طبخات تبيعين ممكن عن طريق البيج مالتك؟ لا، حابة بس أوصل الوصفة، حابة أشوف المتابعين شلون يطبقوها ويسووها وياي، يعني أنه كل وحدة وذوقها وأسلوبها بالطبخ. يعني إحنا يومي الصبح تقريبا أني أطب عليهم على الصفحة مثل ما أطب للمطبخ، ونتشارك بآراء. تعرفين المرة من تفوت للمطبخ تدوخ، اليوم مش راح أطبخ واليوم مش راح أطبخ، مشكلة. فأني مثل ما قلت لك أعتبرها فنوع من الهوايات، مو واجب بيتي يعني. حلو. الطبخ مو واجب بيتي أحسه، فيعني أستمتع لما أطبخ، وهذا الشيء كله أشاركه. طيب بالصفحة. شنو رأيك أنت بالصفحات الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعي اللي تسوي طبخات وتبيعها؟ نعم. هل هذا الشيء ممكن حلو؟ مهنة كظاهرة حلوة. كلش حلوة هاي المهنة، بالعكس يعني إحنا هسه دا نتطور، مجال العمل دا يتطور، الوقت ورق العنب يعني نجي كل مكتسح العالم فتحت مصدر رزق كثير من العوائل اليوم. أكيد. هي قاعدة ببيتها وما عندها جزء، ما محصلة إحنا نقول تحصيل دراسي عندها أو كوظيفة كمهنة أو موهبة. صح. تمتلكها حتى تقدم اليوم عمل. نعم. اليوم امتلكت المرأة، ماكو احنا عندنا مرأة عراقية ما تعرف تطبخ، تجد هذا الطريق اللي هو أسهل طريق وأقرب. صحيح. طريق للعالم. بالضبط. اليوم زنوبة أنت عندك تمتلكين هواية الطبخ. نعم. هواية عرضة الأزياء. اليوم أكو فصار عندك فد موقف اللي خلاش تلتجئين للطبخ أو لعرضة الأزياء؟ اليوم أنا صار عندي فد موقف جزء بالرسم. أي. شفت رسم بالضبط. رسمت أنا أعرف أرسم ومشيت اكتشفت نفسي. أي. اليوم أنت شلون يعني شنو صار لك اللي خليتي تعرفين بنتي من ناحية المطبخ والطبخ؟ فهاي يعني أعتبرها فد هواية مكتسبة من العائلة. أي. لان احنا ما شاء الله يعني العائله نساء ورجال طباخين ماهرين. حلو. فشلون ما اعرف اطبخ يعني؟ فمن اني طفله والدي علمني اوقف على الطباخ، يعني خلالي فت فقره يوميه انه لازم اعلمني كل يوم طبخه. فوصلت مرحله انه اني عرفت اطبخ الباكه والدولمه وختمت الاكلات الشرقيه. فهاي اني صعب، مو سهل نهائيا، مو سهل، وما يرضي المتذوق العراقي. واهس بالضبط. نعم. وخاصه المتذوق العراقي جدا صعب، يعني احنا العراقيين. صح. اصحاب ذوق بصراحه، خصوصا يعني الاكلات الشعبيه والشرقيه. بالضبط. يعني لازم تتقنيها وبنفسيه. صعب جدا. ايش قد ما تخلين تجيبين كل مجموعه البهارات والمكونات، اكو نفسيه تضيفيها هي اللي تميز. نلاحظ العراقي لما يسافر يتجه الى المطعم العراقي يترك الله يخليك شوي بس جرب غير وحاب يغير ويسافر بس يرجع ياكل العراقي. خلينا ندخل لموضوع جدا مهم. نعم. اليوم احنا الكثير من الفتيات متاثرات بزينب العاني. نعم. بقوه شخصيتها وثقتها بنفسها وراضيه بنفسها شلون ما تكون اليوم. دائما البحث عن الكمال هو سعي كل امراه. كلنا نبحث عن الكمال. الشفة الكبيرة أو الشفة الصغيرة، الخشم الصغير، يعني الجسم الكير، الجسم اللي لازم يكون خصر القد الخاتم. ها. لكن أريد نصيحة اليوم منك إلى الفتيات، هذه كامرتش طبعا، شلون يعززون ثقتهم بنفسهم وشلون يرضون بنفسهم؟ شلون ما يكونون بيضة سمرة سودة سمينة دبدوبة كلش ضعيفة جدا؟ أوكي. نعم. عندها خلل بوجهها، ارضي بنفسك. وأكيد احنا نهدف للتقليل من عمليات التجميل المهووسة بصراحة. والله هذا شيء حلمنا يعني، وحلم الرجل بالأساس، لأن هي دائما المرأة ترضي زوجها أو شريكها بالشكل والمظهر يعني. فهم الرجال أساسا للفتيات. فأني أقول لكل فتاة أنه حبي نفسك من الداخل، راح تحبين نفسك من الخارج مثل ما أنتي، وراح تحسين نفسك مميزة بشكلك عن أختك نفسها ممكن اللي هي تشبهك أو صديقتك أو أي امرأة تشوفيها أنتي. أما عيوب البشرة، عيوب الشكل، عيوب خلقية، هذا تميز. أنا أعتبره تميز يعني، أنا متميزة أنه هيتشي، أنا متميزة أنه عندي هيتشي، هذا تميز عن باقي الأشكال الأخرى يعني. زين. أما من ناحية الوزن، لون البشرة، فكل لون بشرة
إلى ناس اللي يحبوه ويعشقوه. برافو. صح لو لا؟ أي أما الوزن فهذا يبقى يمك اختيارك أنت حابة نفسك هيجي حبيها. أنا مو ضد الدايت والرياضة والحياة الصحية، لكن إنه من نقبل بنفسنا وثقتنا بنفسنا تزيد راح نقبل بنفسنا من الخارج أيضا، يعني راح نحب نفسنا، وحتى إذا ردنا نغير ونتطور راح نتطور للأحسن يعني. عافية عليك. إن شاء الله. عافية على زنوبة. طبعا يوم ذكرتي في النقطة كلش مهمة اللي هي أغلب الفتيات دائما إحنا نشوف يلتجئون مراكز التجميل. نعم. حتى يشوفون فت حلول لبشرتهم. بالضبط. زين مو أوكي إحنا بشرتنا دا نشوف ده عندنا حرارة الصيف ما شاء الله. تأثير الجو. عندنا كثير المكياج يتعب، الإنارة، الأتربة اليوم إحنا نواجهها. فالأغلبية من يشوفون على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون بشرتهم بشرة مثالية. ويروحون المراكز يبحثون حتى يصلون هاي البشره. ما يعرفون بان احنا بشرتنا مثل بشرتكم بالضبط اللي انت ذكرتيها. اليوم انت جبتي ايش تعليقات اكو احد سالك؟ طبعا احنا مو ضد التعديلات يعني. نعم. والنشاط البشره بين احنا بس احنا انه لازم يعرفون. نعم. انه الشاشه والكاميرا والفلاتر والتعديلات تختلف عن الواقع. احنا بشر طبيعيين حالنا حال البقيه، يعني هم نعاني من عيوب بشره، ممكن بالمستقبل نعاني من مرور العمر ياثر على البشره أو على الشكل. فإحنا بشر طبيعيين، ما لازم إنه نقلد أو نشوف مثل ما نشوف بالصورة والكاميرا، نشوف بالواقع وبالحقيقة. شكرا جزيلا حبيبتي، نورتينا بصراحة. وأكيد زينب العاني يعني أنت اليوم خير يعني تجربة نشوف من تجاربك قدوة. وتجاربك اللي علمت يا رب تعلم البنات انه تزيد ثقتهم بنفسهم ويحبون نفسهم وما يقلقون القلق. أكيد. احنا راح ندخل هسه بموضوع هو القلق النفسي للوصول الى السعاده والقوه. شكرا نورتينا. شكرا لكم. شكرا لكم. ممنونه جدا حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. القلق والوصول الى مرحله السعاده والقوه موضوع جدا مهم جدا 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 جدا. شلون نبدا؟ شلون نثق بنفسنا؟ شلون نحب نفسنا؟ دائما القلق يرجعنا ألف خطوة لورا. دائما بمشاكلنا الموجودة بالمجتمع العراقي كثيرة جدا، البطالة، الخوف من المستقبل، البحث عن الذات دائما يخلينا نقلق، المسؤولية، البحث عن الزوج المناسب، البحث عن الصديق الوفي اللي يحفظ أسرارنا، البحث عن الوظيفة اللي تكفيني وتكفي متطلباتي الحياتية. دائما نشعر بالقلق، لكن أتمنى اليوم إحنا هدف مورنينج لايف إن القلق ما يسيطر على سعادتنا، والبحث إنه شلون نصير أقوياء ونواجه هذا القلق ونوصل لأسمى درجة من السعادة، إنه نرضى بنفسنا مثل زينب العاني يمكن مثال لنا اليوم، إن إحنا راضين بنفسنا وما قلقانين من وزننا، ما قلقانة من خشوين كان كبير أو صغير، ما قلقانة من الوضع اللي أنا عايشة عراقية وراضية بوضعي. فأكيد إلتش باقي الكلام والمحاور. طبعا أنغام أنت ذكرتي هذه الأسباب الكثيرة، لكن إحنا حنحكي على القلق اليومي اللي إحنا دنعيشه حاليا. مجرد أنا ما أطلع من بيتي أريد أوصل مكان شغلي أو عملي راح أعيش بموجة قلق، مو حالة قلق اللي هي بسبب الازدحامات، بسبب تحرش بعض الشباب من عند إلتش خلال الطريق مثلا. اليوم عندي امتحانات أنا دا أتوتر وأقلق. لكن أكو بعض الناس ما يفرقون بين القلق والخوف. طبعا كل هذا الكلام وكل هذه الأسئلة أكيد راح نوجهها إلى صاحبة الاختصاص اللي هي نوارة عبد الرزاق، مستشارة نفسية وأسرية، ونقولها يا هلا وميت هلا بيك ست نوارة. أهلا وسهلا ماستر نوارة، نورتي برنامج مورنينج لايف، فرصة سعيدة. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. تفضلي. أول ما جيت الطريق ازدحام لو لا؟ ازدحام. ازدحامات هذا أول سبب للقلق اللي يقول لك أنت ليش تكون يومك متوتر ومتضجر. صراحة اليوم ازدحامات جدا كبيرة، ما نعرف ليش. لا البارحة كان العاصفة شوي خففت علينا، رحم الله والدي العاصفة. تفضلي. طبعا مساءكم خير وبركة، شكرا على الاستضافة، كلش سعيدة بوجودي وياكم. احنا أسعد. أول شيء خلونا نعرف هو شنو القلق أصلا. القلق هو حالة نفسية أو اضطراب نفسي ممكن يرتفع فيوصل إلى ليفلات عالية وممكن أبقى مسيطرة عليه. تمام. طيب شنو اللي يسوي لي القلق؟ شلون أسيطر عليه؟ القلق لما أنا أكون إنسانة قلقة راح
أفقد السيطرة على تفكيري وأفقد السيطرة على طريقة قيادتي للأمور. فهو هذا السبب الأساسي بالقلق، إنه ليش هو مزعج؟ إنه يخلينا نترك السيطرة على نفسنا. هذه الفقرة الأولى. نعم. فخلينا نشوف شنو ميزات القلق اللي ممكن تكون موجودة عندنا وإحنا ما مدركين بيها. أول فقرة حتى أقدر أحدد إنه أنا عندي قلق أو لا، وشنو مرحلة القلق مالتي، لازم أكون واضحة ويا نفسي. أول فقرة هي الوضوح ويا النفس، ضروري جدا أكون واضحة ويا نفسي، لأن إذا أنا كذبت على نفسي ما حد راح يجي يمد إيده ويطلعني. تمام؟ فعلا أنا أدهور حالي بنفسي وأنا أطلع حالي من الدهورة هذه بنفسي. طيب شنو ميزات القلق؟ الإنسان اللي عنده قلق غالبا راح تشوفيه يهول الموقف، مثل ما قلنا إحنا أكثر شيء نضجور منه هو الازدحامات. يعني ازدحام اوكي اطلع قبل نص ساعه، تمام، بس نشوف الانسان القلق يبدي لا يدق هورن هوايه ويبدي يحاول يضرب القدامه كانه القدامه ممكن تطلع لجناحات ويطير. طيب هذه الفقره الاولى، الى وين يروح هو الزحام مثل ما علي عليش، مو صحيح؟ تمام. زين هو بسياره واني بسياره، طيب وين يروح؟ زين يعني اذا انت ضليت الدق هورن قدامه يعني شنو اللي راح يصير؟ نواره ولو راح اقاطعك، انا محتاجه بصراحه لجلسه من عندك، يعني هسه احنا راح ناخذ من وقتك انا وجمانه نتخلص من القلق اللي موجود بحياتنا. احنا كلنا عندنا قلق وكلنا عندنا خوف من المستقبل، البحث عن الذات، البحث عن المكان اللي يشعرنا بالامان والاستقرار، البحث عن الشخص المناسب اللي يمشي ويا حياتنا، الزوج اعتقد اكيد، يعني الحب الحقيقي. القلق هذا دائما موجود بكل النواحي وخاصه مع التطور التكنولوجي. فنريد من عند الجلسه حاليا، تفضلي لك الحديث اليوم حبيبتي. احنا راح نقلل الاسئله حتى نعالج نفسنا من خلالك ان شاء الله. فضلي. حبيبتي ربي يقدرني ان شاء الله وافيد اكبر قدر ممكن من الناس. نعم. فقلنا بعد شنو مميزات القلق. تشوفين القلق دائما الانسان اللي عنده قلق هو أصل القلق شنو؟ أصل خوف غامض، يعني أنا عندي مخاوف من فد شيء معين بس أنا ما أدري يعني مدى أقدر أحددها بالضبط، مدى أقدر أحددها بالذات شنو هذه المخاوف. طيب الإنسان اللي عنده قلق نشوفه دائما مترقب ومتوتر ومتوجس، يعني ليش فلان نظر لي هذه النظرة، ليش أنا منفتت منها صار هيك، ليش، يعني يبدي حتى التشاؤم، يأخذ إلى التشاؤم. طيب قلنا يهول الموقف أيضا اللي يصير عنده، يعني تشوفي إذا تعرضت سيارته، بما أنه فتحنا موضوع الازدحامات، سيارته إذا تعرضت الخدش بسيط أثناء الازدحام ينزل ويسوي مشكلة وتوصل إلى أشياء بعيدة جدا، ممكن هول الموقف ممكن هي تنحل بأشياء بسيطة لو هدأ. طيب هنا القلق دائما مختص، مثل ما تفضلتي حضرتك، للمستقبل. دائما القلق يكون مختص بالمستقبل، وخلنا نقول غالبا، ما نريد نعممه بصورة كاملة، غالبا القلق يكون موجه للمستقبل. ليش؟ لأن أنا ما أدري شو راح يصير لي. طيب هذا كله ليش دي يصير؟ احنا فكرنا ويا نفسنا دقائق، هذا كله ليش دي يصير؟ احنا دا نفقد لحظة الحضور، قوة اللحظة الآنية، power of now، قوة الآن، the power of the moment. الحضور يعني شنو الحضور؟ يعني تشوفين تجين تحكين ويا مثلا جارتك، تلاقيها بعدها حزنانة على موقف ويا صديقتها أو ويا أخت زوجها أو ويا سين من الناس قبل 20 سنة، ولحد الآن تتذكر الموقف والدموع مثل ما هي تنزل وبنفس الحرقة القلب. وأكو أمهاتنا الكبار بالعمر إذا سامعين التعبير تقول من أتذكر هذا الموقف دخان يطلع من خشمي، إذا متذكرين هذا الموقف أمهاتنا الكبار دائما يذكرون هاي. طيب ليش أني أظل شايلته وياي هذا العمر كله؟ هذا الشيء يسموه هذا القلق. هسه اليوم أنا مريت بموقف بالوضع الطبيعي، اليوم إذا أنا عندي مثلا القلق وضع طبيعي، يعني كل اليوم إحنا نقلق، إذا عندنا امتحانات، الجزء إذا عندنا مقابلة عمل، مثل ما قلنا الطريق جزء يوترنا كثير مرات، حتى بعض الأهل المشاكل، كنا نتعرض للتوتر والقلق، لكن ينتهي هذا القلق مجرد ما تنتهي هذه الحالة. صح. اليوم إذا بقى هذا القلق مستمر راح يكون شنو؟ حيكون اضطراب أو حيكون مرض. بالضبط. إحنا عندنا القلق نوعين، قلق طبيعي اللي مثل ما تفضلتي حضرتك انه هذا يروح بمجرد انه يزال المسبب له،
يعني مثلا طالب وعنده امتحان، بمجرد ما يدخل قاعة الامتحان ويسترسل بالإجابة تختفي أعراض القلق اللي عنده، وتكون هذه أعراض القلق مسيطر عليها. ممكن إذا التهب أبسط شيء ينسى هذا الموضوع، لكن بس يرجع يفكر بموضوع الامتحان راح ترجع عنده نوبة القلق مرة ثانية. لكن إذا استمر هذا القلق عندي من 3 أيام 72 ساعة فما فوق، هنا لا، بدينا ندخل إلى مراحل القلق اللي هو الاضطراب النفسي. طبعا القلق بهواية مراحل وتصاحبه هواية أعراض اضطرابات كثيرة، هواية ليفلات، يوصل إلى نوبات الهلع اللي هي هذه أعلى ليفل من القلق، أعلى ليفل من القلق. هذا القلق احنا نسميه القلق العصابي، لكن القلق الطبيعي قلنا مجرد ما تروح من عندنا الحالة، مجرد ما تعبر الشغلة خلاص انتهت الأعراض. طيب ست نوارة، خلينا ماستر نوارة راح اناديك. لا خلينا نوارة. لا لا ماستر نوارة، كل احترام لك اكيد بهذا الكلام الرائع اللي ممكن يعالج روحنا او يعالج عقليتنا، اللي احنا طريقة تفكيرنا للأسف بعض نوعا ما خاطئة بالفعل. ببعض الامور وببعض الجوانب بالفعل. والنواحي برمجات كل خلينا ندخل بشبابنا اليوم ومجتمعنا العراقي اللي هو اكبر شريحة بالمجتمع هم الشباب والبنات، الشابات والرجال أو الشباب اللي هم يبحثون عن نفسهم، يبحثون عن الذات، ضايعين قلقانين 24 ساعة. لكن التركيز للأسف حاليا التركيز في كيف أجذب النظر، كيف أعمل عمليات تجميل وما أداري صحتي، كيف اليوم ألبس ماركات وأصاحب الشخص اللي عنده فلوس هواية حتى أجذب النظر. اليوم مدى نبحث عن المشاكل اللي نعاني من عدها إحنا، مستقبلنا، طموحنا، وين نريد نوصل. القلق دا يروح بأماكن جدا خاطئة تافهة، يعني آسفة جدا، يعني آسفة على هذه الكلمة فعلا. يعني اليوم مدى نعرف إحنا نبني نفسنا، نبني قوتنا، سعادتنا وين؟ هذا السؤال أنا اليوم من أقعد الصبح أحاسب نفسي، أنا صباحا أحاسب نفسي أقول أنا سعادتي وين اليوم؟ سعادتي بمورنينج لايف؟ لا ساعتي الدكتور نوار. صحيح طبعا الغام الذكرى شيء كلش حلو اللي هو بلخص البحث بنات. البحث خاصة الشباب والبنات، لا مو بس البنات، احنا اليوم ابدا يعني نعي كل الوعي، حتى الشباب راحوا لعمليات التجميل صح. فخلينا نريد درس توعية انه القوا نفسكم صح، قلقوا على شيء يستاهل، لا نقلق على شيء فاشل. ما احنا هم نريد نبث طاقة القلق اللي هي ممكن انه بعض الشباب والبنات مثل ما قلتي حيتمسك بها فتوصل مراحل. لا احنا خلينا نكون حاضرين باللحظة الآنية. حضور اللحظة الآنية ترى جدا مفيد. طيب شنو هي حضور اللحظة الآنية؟ نعم. يعني انا واحدة من الناس لما دخلت بمجال الوعي سنتين انا حايرة شلون اوصل هاي اللحظة الآنية، كيف اكون بحضور هنا. هذه النقطة الفاصلة انه تشوفين شبابنا وبناتنا وحتى اطفالنا، خلينا منتبهين حتى اطفالنا، ابسط شيء اذا قعد ياكل شوفيه بشنو ملتهي، بشنو ملتهي بالتليفون مو تمام. هنا انا فقد لحظة التركيز على اللحظة اللي عايشها. ابسط شيء مثال ممكن حضرتك لما تطبين تنظفين او تعزلين الغرفة او هيك، بشنو دا تفكرين انتي ودا تسوين هذا الشيء؟ كثير بنات يا دا تفكر بالماضي يا حيرة بالمستقبل، هنا فقدنا لحظة التركيز. طيب انا لما اكون دائما احاول اركز على هاي النقطة، لما اكون حاضرة هنا والان وكل أغلب يومي أنه أكون متواجدة لحظة بلحظتها، أفاق المستقبل كلها راح تنفتح لي. ليش؟ لأن مثلاً أنا أثناء مدى أشتغل في الشغلة بسيطة راح أشوف فد مانشيت بالتلفزيون، ممكن أغنية، ممكن آية قرآنية، ممكن تعليق من فد شخص، ممكن أحد أقاربي أو صديقاتي دز لي كلمة، هذه الكلمة ممكن تفتح عندي فد آفاق كلش واسع على المستقبل يتقلب قلب. طيب إذا أنا عايشة ما بين الماضي والمستقبل ما قدرت أنتبه. ماستر نوارة شلون نعزز قوة التركيز بينا؟ شلون أريد طريقة من عندك إنه إحنا نلاحظ من نقعد هسه مثلاً قاعدين وياك وأنتي مثلاً تشرحين، إحنا ممكن عقلنا مكان آخر صح، أو ممكن ما مركزين وياك، مدى نستفاد ونشعر بالسعادة بالاستفادة صح. أيضاً بالتنظيف، بطريقة أكل الطفل، نريد طريقة لتعزيز التركيز بداخلنا. طريقة تعزيز التركيز كلش حلوة وبسيطة. أول طريقة اللي هي أنه أنا شنو الأشياء اللي دا تخليني أفكر بيها أكثر وقتي، هاي أول فقرة.
طبعا خلوني أشوقكم لقوة اللحظة الآنية. الإنسان لما يبدي يعيش بقوة اللحظة الآنية يبدي مجرد ما يفكر الأشياء اللي تسبب له قلق أو تسبب له توتر، مجرد ما يدركها، مثلا أنا قلقة من موضوع لقاء اليوم وأني متعودة عايشة اللحظة الآن، مجرد ما أدرك أنه أنا صار عندي اليوم توتر، مشاعر اضطربت، صار عندي قلق بسبب اللقاء التلفزيوني، تختفي. مجرد ما أدرك السبب تختفي. اضطرابات إدراكية. أها. ليش؟ لأن عقلي الباطن، عقلي اللاواعي دائما تسيستم على فد كذا فترة زمنية أنه أنا ما أخلي أي شيء يقلقه. أول ما أدرك الشيء اللي يقلقه أبدي أزيله عن طريق تمارين بسيطة ولطيفة هنتعلمها إن شاء الله. زين أزيله. إذا نتعلم أي شيء يدركه هو مزعجني ومسبب لي اضطراب، رأسا يخفيه، رأسا يعمل على إخفاء هذا الشيء. شلون؟ شلون؟ يعني مثلا مجرد ما أني حسيت اضطرابي بسبب اللقاء التلفزيوني اليوم، شنو اللي راح يصير؟ رأسا راح أشوف نفسي سأل نفسي أول سؤال بديهي، إنه شنو أسوأ شيء ممكن يصير؟ ممكن أخطأ، ممكن أتعثر أثناء اللقاء، ممكن يسألوني سؤال ما أعرف له. وبعدين وإذا طيب أنا محاضرة لهذا اللقاء، أوكي محاضرت له، علميتي تمام، أوكي علميتي تمام، خلص بعد على شنو القلق؟ انتهى القلق راح. تمام. لو أني ما محضرة زين راح تشوفيني أتحفز وأروح أحضر زين وأرتب أموري وأرجع أستذكر معلوماتي بحيث أكون مسلحة علميا، ماكو داعي أنه أتأثر، يختفي القلق. فخلينا نرجع أنه شنو التمارين اللي ممكن توصلني للحضور. قلنا أول شغلة اللي هي أركز على موضوع القلق، ليش أنا دا أقلق، شنو هاي المشاعر التوتر اللي دا تجيني، شنو هذا التوجس، أدركتها أوكي أخليها على صفحة. هنا أنا بديت شنو أسوأ شيء ممكن يصير عندي، هذه الخطوة الثانية، لو صار هذا الموضوع شنو أسوأ شيء ممكن يصير عندي، مثل ما شرحناها على اللقاء أنه السلبي أحسنه والإيجابي أوكي إذا خلص هنا صار وقت أنه أرتاح. الفقرة الثالثة والضرورية جدا اللي إحنا أغلبنا ما مدركيها العراقيين هو التنفس. شهيق وزفير، كارما علاجات عالمية بالتنفس كارما. واليوغا يعني أيضا، اليوغا ممكن أبسط شيء هو تنفس الأوتوجينيك. هذا تنفس الأوتوجينيك هو مجرد أسحب شهيق، أنا وأسحب الشهيق أحسب بداخلي من 1 إلى 4، لكن أحاول أنه أنفخ بطني على قد ما أقدر، يسموه التنفس البطني. من وصل الهواء إلى بطني أحبسه من 1 إلى 6، عافية تطبيق عملي، أحبسه من 1 إلى 6، بعدين الزفير مالتي يكون بهدوء من 1 إلى 8، مثل النفاخة تنفس بالضبط، ضغط بيها. أحسنتي. Like a ball. طيب هنا ليش التنفس جدا ضروري؟ لأن إحنا عادةً نستخدم جزء كلش صغير من رئتنا أثناء التنفس العادي مالتنا. شوفونا شهيق زفير شهيق زفير على السريع على السريع، ما استخدمنا جزء كافي من الرئة. طيب هنا الأكسجين لما يوصل ويتغلغل بجسم الإنسان راح يعالج كثير أمراض وراح يعطيني استرخاء. طيب فقط هذا؟ لا، أجي أراقب أني وأتنفس وأحسب، استشعر الهواء هو يدخل جسمي، راح اوصل مرحله استشعر بروده الهواء بداخل جسمي، ويا الزفير اتخيل كل الضغوط حتى الشخص اللي مسبب استشعر النعم، استشعر النعم اللي اني بيها. لا، انا اريد اطلع التوتر، استشعري النعم اثناء الشهيق. تمام. دخلي الايجابي وخرجي السلبي. السلبي اكيد. تمام. طيب مثلا انا انفخه، ازعجتني جارتي او سين من الناس، نعم. أتخيلها تطلع الطير. تمام. أتخيل كل هذه أبسط شيء ممكن تضحكش، بس أكو أشياء بس رائعة، حلوة رائعة رائعة رائعة. هاي مرات من إحنا من نتقرب من الناس الإيجابيين هم يخلصون من القلق والتوتر. جداً جداً جداً. وأيضا إحنا نقول تجنب الكافيين، يوم إحنا كثير من نشرب القهوة مشروبات الطاقة، اليوم هاي ده سبب عندنا حالة من القلق والتوتر. بالفعل، لأن جسدي مدى يأخذ جزء من الراحة اللي هو محتاجه أصلاً. ماستر نوارا، يعني بصراحة نحن بحاجة إلى الكثير من اللسنز من الدروس والحلقات الجاية إن شاء الله بالأيام المقبلة أكيد مع المعد علي، تحياتنا إلى. نرجع إلى موضوع القلق أكثر ونناقشش من جوانب أخرى ومن نواحي أخرى، لأن بحاجة إلى جلسات أخرى نحن. شكرا لوجودك ماستر نوارا عبد الرزاق، مستشارة نفسية وأسرية. شكرا جمانة، شكرا لهذا الكادر الجيش الرائع جدا.
الموجود خلف الكواليس لو ما أنتوا أكيد إحنا ما سوينا هذه الحلقة الرائعة. شكرا للعلاقات العامة أكيد ليلى وحسين الشمري على هكذا ضيوف رائعين ممكن أنه أصحاب محتوى هادف. انتظرونا إن شاء الله في حلقة باكر جديدة، مواضيع جديدة هادفة، وأكيد حتى لتقليل الظواهر الموجودة والمشاكل الموجودة بالمجتمع العراقي. مع السلامة، يسعد مساءكم.